السيدات والسادة أهلا بكم. ترقب وحذر هو عنوان المرحلة السياسية الحالية، فساعات الحسم اقتربت، ما المنتظر بين اللحظة والأخرى؟ وصد جدليات متعددة تتعلق بالمشاركة من المقاطعة في الانتخابات النيابية القادمة. فوسط الحديث أن مصير الانتخابات النيابية قد حسم، وأن الحل قد يكون خلال ساعات يبرز بالمقابل تيار المقاطعة والذي تتزعمه الحركة الإسلامية من خلال المجلس الأعلى للإصلاح، والذي جاء في مؤتمره الصحفي اليوم على لسان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، بأن مقاطعتنا للانتخابات في هذا العام ليست كمقاطعتنا للانتخابات 97، فمقاطعتنا هذا العام من أجل تغيير بنية نظام يجب أن تؤخذ على محمل الجد. من هنا فإننا نتساءل الليلة عن أبرز التطورات السياسية الراهنة، ما هو رأي القوى المختلفة من المشاركة أو المقاطعة، وأين هي المخارج لدى مختلف القوى. من هنا اسمحوا لنا أن نرحب بضيفينا المهندس مراد العضايلي، رئيس الدائرة الإعلامية في جماعة الإخوان المسلمين، أهلا بك. أهلا بك، حياك الله. والمهندس مروان الفاعوري، عضو حزب الوسط الإسلامي، أهلا بك سيدي. حياك الله. مهندس مراد، اسمح لي أبدأ منك. حقيقة من الواضح أن ملف الانتخابات قد حسم وأنها ستكون قريبة قبل نهاية هذا العام. الإخوان المسلمون قرروا المقاطعة، هل درست الحركة كافة جوانب وجميع جوانب هذه المقاطعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحركة الإسلامية الحقيقة طبيعتها أنها تؤمن بالمشاركة السياسية وتقدم المشاركة السياسية على أي مدخل آخر، ولكن الحقيقة المسار السياسي في البلد أغلق منذ عام 2007، منذ تزوير انتخابات 2007 أغلق هذا المسار السياسي عبر العبث بالانتخابات، وأصبحت العبث والتزوير هو أساس المرحلة. نعم. وأساس التزوير قانون الانتخاب المعوق اللي هو الصوت الواحد المنزوع الذي بدأ عام 93. حاولنا أن نقدم مشاركة لتغيير من داخل البنية النظام السياسي من خلال البرلمان، ولكن وجدنا أن هذا الأمر مستحيل، وكانت انتخابات 2007 هي النهاية لهذا المشروع، انتهى الحقيقة بالنسبة للحركة الإسلامية. وأعتقد أن النظام يعني صنع لنا معروفا عندما زور هذا التزوير الفاضح، وبحيث أنه أدركنا أنه لا مجال لإصلاح من خلال دائرة الصوت المجزوء والتزوير ودائرة وهذه الدائرة المغلقة. نعم. بهذه الطريقة. ومن هنا كان الحقيقة كانت مقاطعة انتخابات 2010، واللي الحقيقة قيل لنا في حينها أنها لن تكون مثل انتخابات 2007، وشاركوا ستكون انتخابات يعني مختلفة تماما. ويمكن الأخ أبو معاذ يذكر أنهم للناس وبعض الأحزاب الوسطية اللي كانت تتمنى علينا المشاركة لأنها ستكون شيء مختلف عن 2007، وأن الحكومة والنظام لن يكرر ما جرى في 2007. ولذلك الحقيقة كانت النتيجة التزوير الفاضح في 2010، وإحنا يعني راقبنا الانتخابات وأبرزنا وثائق تثبت تزوير الانتخابات في 2010، واعترف النظام فيما بعد بتزوير هذه الانتخابات. وكاد يعني حزب الوسط الإسلامي اللي زميلنا مروان كان يعلن أنه سيحل نفسه على وفق نتيجة 2010، وأن الحركة الإسلامية كانت معها حق في مقاطعة تلك الانتخابات. المشهد لم يتغير، بل نحن الحقيقة واضح أننا أمام نفس المشهد يتكرر. نعم. حكومة تتكلم عن نفس النهج السياسي، أعادتنا إلى الصوت الواحد المجزوء، أعادتنا إلى التعيينات المرتبطة بالمحاسيب ونفس أدوات الفساد السابقة، وهي اليوم تتغول على أموال الضمان الاجتماعي اللي هي ما تبقى من موارد الدولة الأردنية، ما بقي شيء، كله انباع، ما بقي إلا الضمان وبقية بعض الأشياء يمكن في ضايل عليهم، يعني زي ما بيقولوا الختيار احثاره في قاعه الطاجر بدهم يكملوا عليه. نعم. مطلوب ان نكون احنا الحقيقه ديكور لهذا المشهد السياسي، تعالوا شاركوا خذوا حصه مش عارف ايش الكلام. الحركه الاسلاميه لا تتكلم عن محاصصه ولا تتكلم عن حصتها ولا كم حضورها في المشهد، ولكن تريد ان يكون الشعب الاردني حاضر في المشهد القادم. عرض عليكم حصه في هذه المره، في كل دوره، كل مره تعالوا خذوا هذه المره حصة. تحديدا طبعا يعني تكلموا عن قانون بفصلوا على قديش حصتنا، تعال حصتكم مرة بتكون هالقد، تتوقع هالقد. ونحن الحقيقة لا نتكلم عن هذا، نتكلم أين دور الشعب الأردني في الرقابة على حكوماته، أين دور الشعب الأردني في أن يكون شريكا في القرار. الشعب الأردني مغيب، الشعب الأردني لم يكن حاضر في مشهد بلاده، ولذلك نحن نحذر من أن المشهد القادم مشهد يعني سيكون سيغيب عنه الشعب الأردني، ولذلك يعني سيكون الحقيقة المشهد مجهول
إلى أين يأخذنا هذا القرار السياسي بانتخابات دون أن يكون هناك تعديل على مسار المعادلة السياسية في البلد؟ وصلت رسالة. مهندس مروان، اسمح لي، أنت رئيس الدائرة السياسية في حزب الوسط الإسلامي، دعوتم الناس إلى التسجيل للانتخابات. كيف تنظرون إلى حسم قرار الانتخابات بعد جدل عن جدية وإمكانية إجراءها هذا العام؟ سيدي، لا أعتقد بداية أننا كحزب وسط إسلامي ذو مرجعية إسلامية ينطلق في نظرته إلى الواقع نظرة إيجابية، نظرة ملؤها الإصلاح الذي يؤمن بسنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وأيضا الشعور بالمسؤولية الوطنية في أن الظروف الصعبة والحرجة والفساد يفرض على المسلم أن يكون حاضرا في المشهد لا غائبا، فالغياب ضعف وسلبية. وأنا أعتقد أن سيرة الرسل وسيرة الأنبياء وسيرة المصلحين دائما كانت تعلمنا أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أباهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أباهم. وقد يكون القوانين والتزوير جزء من الإيذاء الذي يلحق بمسيرة العمل الإسلامي، وإحنا كنا في الانتخابات الماضية رشحنا عدد من النواب 13 اسم، وتم 13 يعني مرشح. التزوير 13 مرشح، وتم التزوير أيضا على مرشحين من حزب الوسط، ووقتها كان لنا موقف حاد جدا من إدانة هذه التزوير هذه العمليات، وكنا الحزب الأول الذي تحدث بذلك. طيب. ولو حصل تزوير في هذه الانتخابات لكان لنا نفس الموقف، لكننا نعتقد أننا يجب أن نتدافع، ويجب أن لا يغيب الصالحين والمصلحين. وهنا بحكي لمراد والإخوة في جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين أن المسؤولية الشرعية تفرض علينا أن نعمل فقه الأولويات، وأن نوازن بين المصالح والمفاسد، وأن ندرك مسؤولية وطنية ومسؤولية شرعية ليوم التسجيل للانتخاب. أن نقبل على الحضور في مشهدنا، وأن لا نترك الساحات للفاسدين والقطاعات التوريث السياسي التي تمركزت في مواقع ومفاصل الدولة. وإذا كنا ندعو في كل جمعة للحاكم أن يرزقه الله البطانة الصالحة، فإذا كنا نعتقد أننا صالحين فلا بد أن نكون حول الحاكم حتى لو كانت هناك أخطاء وممارسات. ويجب أن لا نخلط بين قانون الصوت الواحد وبين القانون الحالي من ناحية، فالقانون الحالي ليس قانون الصوت الواحد. كل مواطن يأخذ ورقتين، ورقة يقدم ينتخب فيها دائرته، والورقة الأخرى ينتخب قائمة وطنية من 27 مرشح. وبالتالي أنا أعتقد أن إدراك الناس إلى الأخطار التي تتهدد وطننا، وأطماع إسرائيل في إحداث فوضى في هذا الوطن، إضافة إلى يعني محاولات البعض تقليد تجارب يعني مختلفة، وهذا من شأنه أن يبعدنا عن أن نخطط لأنفسنا نموذجا سياسيا خاصا في الأردن. فكانت الحركة الإسلامية يعني عبر مسيرتها تتمتع بعلاقة طيبة مع النظام السياسي، وعندما تحدث عن الحركة الإسلامية تحدث بطيفها الواسع. النظام السياسي في الأردن لم يكن دمويا تجاه كافة أبناء الحركات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، وأعتقد أن هذا النموذج انعكس على ردود فعل الأنظمة السياسية ما بعد الربيع العربي. فهناك أنظمة أصلحت وتقدمت بخطوات قد لا تكون في المستوى المطلوب، وهناك أنظمة التقطت يعني إشارة شعوبها فردت بالدبابات والقصف والمدافع وتدمير المدن. طيب. وما يعني ما يجري في سوريا واليمن وليبيا عنا. وأنتم ترون في حزب الوسط الإسلامي أنها مسؤولية وطنية ومسؤولية شرعية؟ نعم. طيب، كلام جميل. هل لديك أي تعقيب على هذا الحديث قبل ما أسألك؟ نعم، تفضل. يعني الحقيقة نعم، نحن نعتقد أن المشاركة مسؤولية وطنية وشرعية، ولكن هذه المسؤولية الوطنية والشرعية في بعض الأحيان عندما تسد يجب أن تقرع الجرس وأن تعلن للناس الموقف الصحيح الذي لا يخدع الناس. نحن لا يمكن أن نخدع الشعب الأردني بأن هناك عملية سياسية صحيحة، ولا يمكن أن نقبل أن نكون كالدبوس على ثوب رث بالي، أو يعني نكهة لطبخة فاسدة قد باحت رائحتها. الحقيقة عندما ينحاز النظام السياسي إلى قوى الفساد وإلى قوى يعني
المعاكسة للإصلاح. نعم. لا يمكن أن نكون نحن فقط بس فقط نكهة لهذا المشهد لتطعيم مشهد لا يمكن أن ينتج إلا معادلة فاسدة. القانون لا قانون قانون صوت واحد ما زال نتكلم عن 150 مقعد في 27 مقعد على أساس القائمة الوطنية. نعم. ولكن هناك 123 مقعد على أساس الصوت الواحد المجزوء، ولذلك المواطن لا يستطيع أن ينتخب كامل ممثلي دائرته. مثلا دائرة الصوت فيها 5 أو 7 مقاعد، ينتخب واحد من 7، في دائرة الكرك القصبة 3، وهكذا في الدوائر عمان 4 أو 5 مقاعد تنتخب واحد من أصل 5. وهذه الحقيقة هي القاعدة التي يجب المرفوضة لدينا. ما لم تلغى قاعدة الصوت المجزوء بحيث ينتخب الناخب عدد مقاعد دائرته سواء كان 2 أو 3 يعني أو 4 أو 1 89 شيخ أو المهم قاعدة الصوت المجزوء بغض النظر عن حجم الدائرة. اسمح لي، ما هو أنت بهذا العودة تعود إلى قانون 89. 89 كان نعم قانون 89، إما أنت قاعدة 89 أو لقوائم نسبية على مستوى الوطن بحيث يمكن الشعب الأردني بانتخاب ممثلي. أما الحقيقة استمرار معادلة لا توجد إلا في الصنيعة الأمريكية في أفغانستان والعراق والأردن، هذه الحقيقة مربع لا يمكن. ولذلك ما لقينا نشهد لانتخاباتنا ولإصلاحاتنا إلا السفير الأمريكي، إنه إحنا الأردن يعني بكفي الإصلاحات القائمة، ولما شهد على انتخابات 2007 بنزاهتها إلا السفير الأمريكي، و2010 إنه الانتخابات الأردن نزيهة. ولذلك كانت النتيجة الوبال، أن كل مقدرات البلد بيعت في هذه السنوات الخمس الماضية، ما بقي لا بوتاس ولا فوسفات ولا ميناء ولا مطار ولا شيء ولا أراضي الدولة. وفي باقي يبدو بعض التوالي شوي شغلات في الجامعة الأردنية والمدينة الطبية والضمان الاجتماعي، بدنا نكمل عليهم بانتخابات جديدة في 2012. أي تعقيب؟ يعني القانون 89 قوائم نسبية، هذه قوانين مقبولة، أما أن تتحدث أن صوت الواحد انتهى هذا أمر غير مقبول. سيدي أنا أعتقد أنه إحنا نتحدث في إطار مكونات سياسية مختلفة في داخل المجتمع. طيب. وفي إطار الدولة، إذا كنا نتحدث عن حركات تعمل في إطار الدولة وفي إطار الدستور، فأعتقد أن هذا الخطاب يحتاج إلى مراجعة. الحركة الإسلامية بدأت في بدايات عهدها أيام الملك عبد الله الأول والملك حسين بأنها أخذت امتيازات كبيرة جدا من البنى التحتية والجمعيات ودور القرآن الكريم والشرعية القانونية الكبيرة. أنا أعتقد أنه الآن الواجب يفرض علينا أن نكون شركاء في بناء مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، لا يجوز أن نعطل يعني هذه السلطات، لأن هذه جزء من مكونات هذه الدولة التي نحن نستظل بظلها، إلا إذا كان هناك شيء آخر. فأعتقد أن التواجد في ساحات السلطة التشريعية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي أمر تفرضه التحديات التي يتعرض لها هذا البلد. طيب. ولا يجوز الحقيقة يعني أن تكون الأمور إما أنا أو الطوفان، إما أن تكون الأمور كما أريد أو بالتالي أقلب هذه الطاولة. نحن لا نتحدث عن حركات انقلابية، حركات راديكالية، نحن نتحدث عن منهج إصلاحي سلمي متدرج يعمل فقه الموازنات، يوازن بين المفاسد والمصالح. وأنا أعتقد أن قواعدنا الشرعية يعني تستقر على ما قاله علماءنا، ومنهم ابن رجب الحنبلي، أن نلتقي على الصواب خير من أن نفترق على الأصواب. وبالتالي نحن أمام مسؤولية شرعية حقيقة في أن لا نحدث فوضى عامة في البلد. لكن يراها الإصرار المهندس مراد، يراها عملية خداع للناس، الخصومة السياسية التي يمكن أن تقود إلى الفوضى، وخاصة استخدام لغة التهديد وأن هذه المقاطعة لن تكون كمقاطعة. سأتي إليها بالتفصيل أرجوك. يعني أعتقد أنه لكن اسمح لي مهندس مروان، المهندس مراد كان واضح، عملية انتخابات هذا العام هو خداع للناس، والحركة الإسلامية لا تريد أن تشارك في خداع الناس. يا سيدي أنا لا أعتقد أن الانتخابات هذه فيها خداع حتى هذه اللحظة. هناك ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات. أول هذه الضمانات هو حراك الشارع والربيع العربي، ثم قناعة القيادة السياسية بأنها الفرصة الأخيرة التي يمكن أن تكون في إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن ضمير الشعب الأردني. طيب. وهذا الأمر كان صريح وواضح.
أنا لا أعتقد أنه إحنا يجب أن نقف دائما عند الحكم على النوايا. صحيح حصل هناك ممارسات خاطئة، لكن الحركة الإسلامية شاركت في انتخابات قانون الصوت الواحد وما فيش قائمة وطنية مرتين، ولكن الشكوى خلطت بين ما جرى من تزوير في الانتخابات ونحن كلنا ندينه ونطالب بمحاكمة من زور هذه الانتخابات، نعم. وبين ما يمكن أن يقال عنه قانون الصوت الواحد. طيب كلام جميل، راح أرجع لك مهندس مراد، وشايفك سجلت كثير من الملاحظات، ولدي أنا أيضا عديد من الأسئلة، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا.